حياكم الله مشاهدينا، ونرحب أيضا بكل من انضم لمتابعة حلقة الليلة من برنامج من عمان. وصلنا إلى محطتنا الأخيرة واللي راح نتكلم فيها حول مشاركة السلطنة دول العالم الاحتفال بشهر التوعية بالتدقيق الداخلي. أكيد مشاهدينا، التدقيق الداخلي يعني تسعى من خلال المؤسسات إلى تقويم طبعا أعمالها، أنشطتها وتطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال ما يقدم هذا التدقيق الداخلي من خدمات وقائية كذلك تقويمية وتطويرية. نعرف أكثر حول هذا الموضوع، مشاركة السلطنة دول العالم الاحتفال أو يعني بشهر التوعية بهذا الموضوع، التدقيق الداخلي وكذلك بالتدقيق الداخلي وأهميته بشكل عام، من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستديو الفاضل منير بن محمد المغيري، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لمجموعة أم انفست ورئيس معهد مجلس إدارة المعهد العالمي للتدقيق الداخلي فرع سلطنة عمان. أهلا وسهلا بك أستاذ منير. أهلا وسهلا، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر التوعية بالتدقيق الداخلي. حياكم الله. حياكم الله. إذا يعني أكيد في البداية أستاذ منير، نعرف ونعرف أيضا المشاهد بالتدقيق الداخلي وأهميته وأهدافه. حياك الله أختي، أولا نقدم لكم جزيل الشكر على الاستضافة ومشاركة المجتمع العماني بتعريف والتوعية بالتدقيق الداخلي في سلطنة عمان. التدقيق الداخلي تم تعريفه عالميا كمصطلح، وكل كلمة تمت إدراجها في المصطلح إلها معنى ودلالة. فرايحين نعرف مفهوم التدقيق الداخلي وندخل في دلالة كل كلمة أشيرت إليها في هذا المصطلح. فالتدقيق الداخلي هو نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية للمؤسسة لتحقيق قيمة مضافة وتحقيق أهداف المؤسسة من خلال اتباع نظام وأسلوب ممنهج يهدف إلى تحسين عمليات وأداء وكفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة وحوكمة الشركة وإدارة المخاطر. لما ننظر إلى تعريف مفهوم التدقيق الداخلي، فكلمة الاستقلالية والموضوعية مهمة جدا في هذا المجال. الاستقلالية بمعنى أن الممارس لمهنة التدقيق الداخلي له حرية الاختيار الوقت والمكان والزمان ما يريد أن يراجعه ويتم أن يقوم التدقيق عليه، من خلال منهج مبني على إدارة المخاطر، تحديد تقييم المخاطر اللي هو راح يتطرق إليها. هذا موضوع الاستقلالية، وبالتالي موضوع الاستقلالية بمعنى أنه لا يوجد هنالك من يقوم بتأثير مباشر على نوعية التدقيق، المجال، المكان، الزمان. هذا هو الاستقلالية. فيما يتعلق بالموضوعية، الموضوعية هي أساساً هو الاستقلال الذهني لمن يقوم بعملية التدقيق الداخلي من دون تضارب مصالح. يمكن هذا من يقوم بعملية التدقيق الداخلي بفحص وفهم إجراءات المؤسسة وفهم العمليات التي تقوم عليها من دون أن يكون عنده تضارب المصالح. لما نتكلم على تضارب المصالح، لنفترض مثلا أن أقوم بالتدقيق أو المراجعة قسم معين، قد يكون هنالك زميل موجود في هذه المؤسسة، قريب موجود في هذه المؤسسة، أو قد يكون على علاقة جيدة مع مدير هذه الدائرة، أو أكون على علاقة سيئة، ولكن المهنة تتطلب الموضوعية بعدم التطرق إلى أي شيء ليس له علاقة بالعمل. فيما يتعلق بتقديم قيمة مضافة، وهذا مهم جدا على كل من يقوم بممارسة هذه المهنة، أن يقوم بتقديم دائما الهدف الأسمى هو تقديم قيمة مضافة للعمليات اللي نقوم بمراجعتها والتدقيق عليها. الهدف الأساسي من هذا كله لماذا؟ لتحقيق أهداف المؤسسة. المؤسسة عندها أهداف استراتيجية، أهداف عملياتية، أهداف مالية. الأهداف تختلف من مؤسسة لمؤسسة، ودور المدقق الداخلي
رفع كفاءة ومساعدة سواء كانت وزارة سواء كانت مؤسسة خاصة للوصول لهذه الأهداف. نعم. أما فيما يتعلق بالمنهج، المنهج مهم جدا، الطريقة المتبعة، الأسلوب الذي يتبعه المدقق الداخلي يجب أن يكون مبني على أساس وثيق يسهل الوصول لهذه الأهداف. الهدف من هذا كله لماذا؟ نحن نتكلم على حوكمة. نعم. حوكمة شركات. صحيح. أو حوكمة الجهة اللي احنا نقوم بمراجعتها. مؤسسات بشكل عام. والمؤسسات. نعم. نتكلم على إدارة مخاطر. نتكلم على نظام الرقابة. هذه الأشياء كلها تدخل في نطاق المدقق الداخلي، والتي تساعد على دور المدقق هنا. ويش دور المدقق؟ يقوم بتحسين ورفع كفاءة هذه العمليات من خلال المراجعة اللي هو يقدم فيها. نعم جميل. دور المدقق تحسين ورفع الكفاءة. نعم. للعمل الذي يعني يقوم بتدقيقه. نعم. لكن أحيانا نلاحظ أن المدققين الداخليين يعني كذا أستاذ منير يعني يتلبسون شخصية المحقق، فيكونون شوية غليظين مع الموظفين في. نعم. مسألة التدقيق والأسئلة ومن هذا. نعم. هل هذا يجب أن يكون هكذا شخصية المدقق، ولا هذا لا، هذا ما المفروض يكون المدقق بهذه الطريقة؟ نعم. سؤال جميل. طبعا أنا لما أتكلم على مفهوم التدقيق الداخلي، نحن نتكلم على تدقيق داخلي كان يقام بطريقة بدائية وطريقة تقليدية. نحن الآن نتكلم على تدقيق داخلي. التدقيق المدقق الداخلي هو جزء لا يتجزأ من المؤسسة، عليه ما عليه من أي شخص مسؤول داخل المؤسسة لرفع كفاءة هذا النظام. ومهمة المدقق الداخلي أنه يتعاون مع الجميع لفهم العمليات، وبالتالي مساعدة الجميع لتحقيق هذه الأهداف. لنفترض كان هذا الأسلوب الذي تحدثت عنه الأخت، هل هذا رايح يساعد المؤسسة أو الموظف الذي يعمل في التدقيق الداخلي لتحقيق أهدافه؟ أنا أشك أنه القائم بعملية التدقيق يصل لهذا. بالعكس تصير حساسية حتى بينهم يعني. نعم. وبالتالي يوجد هنالك عدم رغبة في التعاون. بالضبط. عدم رغبة في تقبل أي شيء يقوم به المدقق الداخلي. نحن الآن نتكلم على يجب فهم سياسة المؤسسة. نعم. يجب فهم استراتيجية الشركة. يجب أن يكون المدقق الداخلي جزء لا يتجزأ من النظام، على أساس أنه يقدر تقديم هذه الخدمة المضافة للمؤسسة. ومن أهم المهارات العالمية، وجميع الدراسات تشير أن من يقوم بعملية المدقق الداخلي يجب أن يتمتع بمهارة عالية في التواصل. جميل. والتواصل وفي العلاقات، هذا يساعد الموظف الذي يعمل في عملية التدقيق الداخلي بالقبول وبناء علاقات وثيقة مع جميع الأطراف العلاقية لهم الدور أو الذين سيتعاملون مع المدقق الداخلي. نعم. طيب أستاذ منير، وإحنا نتكلم عن أيضا التدقيق الداخلي، هل يختلف التدقيق الداخلي في مؤسسات القطاع الخاص عنه في مؤسسات القطاع الحكومي؟ التدقيق الداخلي حسب التعريف ينطبق على الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ولكن الملاحظ طبعا نتكلم هنا مثلا في سلطنة عمان، التدقيق الداخلي في القطاع الخاص تم المشرع هو هيئة سوق المال. وجزء لا يتجزأ منه من البنك المركزي في قطاع البنوك وشركات التأمين. بينما في قطاع الحكومة المشرع هنا وزارة المالية، وجهاز الرقابة المالية الدولي يقوم بالتأكد باتباع هذه الأنظمة. الاختلاف من خلال الممارسات، هنالك اختلاف، وهذا احنا ما نسعى فيه من خلال وجودنا في المعهد العالمي للتدقيق الداخلي فرع سلطنة عمان. نريد من رفع كفاءة عمل أداء المدقق الداخلي في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. الاختلاف في ماذا يتعلق؟ احنا في القطاع الخاص، وقد يكون أنا أتكلم من الجهة التي أمثلها أو كثير من الجهات بحكم أن الأعضاء اللي عندنا معظمهم تقريبا لم يوصل 95% من الأعضاء اللي موجودين عندنا من الجهات القطاع الخاص وليس من القطاع الحكومي. نعم. وهنالك عزوف كبير من القطاع الحكومي بأن يكونوا أعضاء في المعهد العالمي. ما السبب من وجهة نظرك؟ السبب قد يكون أكثر من شيء، ما حقيقة يعني أنا ما أعرف السبب، لأنه أنا شخصيا أحاول أعرف السبب، وقد يكون من هذا المنبر. هل يمكن بسبب أن
صيت هذا المعهد لم يصل لمثلا الجهات الحكومية أو مثلا دوائر التدقيق في المؤسسات الحكومية مثلا؟ احنا من خلال تواصلنا مع جميع الجهات، جميع المدققين أو رؤساء التدقيق الداخلي في القطاع الحكومي على تواصل معهم. جميل. ولكن من خلال التعاون، يعني من خلال دورات التدريبية اللي نقومها، الورشات اللي نقوم فيها، الشهادات المهنية اللي احنا نقدمها من خلال المؤتمرات ومن خلال التجمعات اللي احنا نقوم فيها لتبادل الآراء والأفكار، حقيقة كثير ما نوجه لهم الدعوة، ولكن حتى الحضور من الجهات والوزارات الحكومية ما زال ضعيف جدا وغير عن المطلوب. هل بحاجة إلى دفعة من قبل المؤسسات المعنية مثل جهاز الرقابة مثلا أو مثلا وزارة المالية، الجهات المعنية بالتدقيق؟ بلا شك هذا هم يلعبوا الدور الأساسي في هذا الموضوع، وإحنا من هذا المنبر نوجه لهم يد التعاون، وأن إحنا على أهم الاستعداد لتقديم جميع الخدمات. إحنا اللي نفترض جهاز الرقابة المال الدولية هم مسؤولين عن تقديم خدمات التدقيق لجميع الجهات الحكومية. نعم. فجميع الجهات أتوقع عدد أعداء الموظفين ما يقارب 500 مدقق أو 400 مدقق إذا ما خاب ظني. هذول مهم جدا رفع كفاءاتهم من خلال تقديم الدورات التدريبية، من خلال المعايير العالمية، لأن نتكلم على التدقيق الداخلي، المعهد العالمي للتدقيق الداخلي يقدم معايير عالمية. جميل. يجب الالتزام فيها. جميل. من خلال التخطيط، علي أساس أنا أقوم بالتدقيق على جهة معينة، علي أساس أرفع تقاريري، علي أساس كيفية التعامل مع الأشخاص المعنيين في التدقيق الداخلي داخل المؤسسة. الحين نحن نتكلم على المدقق، دائرة التدقيق الداخلي يجب أن تضع استراتيجية كاملة وشاملة كيفية التعاون مع المؤسسة. ما يمكن أنا في دائرة التدقيق الداخلي يكون عندي استراتيجية مخالفة لاستراتيجية الشركة. استراتيجية المدقق الداخلي يجب أن تكون ملائمة ومتوائمة ومتماشية مع استراتيجية المؤسسة اللي هو يعمل فيها. جميل. إحنا نفس الشيء من خلال وجودنا في المعهد دائماً من ضمن الأهداف اللي نحاول نطمح فيها دائماً اللي هو رفع كفاءة التدقيق الداخلي في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. نعم. وذلك من خلال تقديم دورات وورشات تدريبية وندعو فيها القطاع الخاص وندعو فيها القطاع الحكومي. نعم. لتبادل الأفكار. جميل. كيف نعمل التخطيط، على أي أساس، ما هي المخاطر التي تواجه قطاع معين من غير قطاع آخر. جميل جدا، احنا نتمنى لكم التوفيق، نتمنى أيضا استجابة أكبر إن شاء الله لهذه الورش والدورات التدريبية التي طبعا تعقدونها في المعهد العالمي للتدقيق الداخلي فرع سلطنة عمان للاستفادة وأيضا للتمكن من مهارات التدقيق الداخلي. كل الشكر لك أستاذ منير بن محمد المغيري، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لمجموعة أوم إنفست، رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للتدقيق الداخلي فرع سلطنة عمان، نورتنا في من عمان. شكرا، جزاكم الله الخير. شكرا. الله يسلمكم. شكرا. شكرا. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من برنامج من عمان، إن شاء الله يتجدد اللقاء بكم غدا في حلقة جديدة ومواضيع جديدة، حتى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.